إلى أبويا الغالي وحبيبي وأحلى أب في الدنيا. أنا آسف علشان ما عرفتكش إني في رفح وقاتل في سبيل الله، بس أنا ما قلتلكش علشان خايف عليك وعلى صحتك. والله أنا سعيد جدا، كل حاجة في المكان ده جميلة ومباركة، هي سينا كده وحضرتك عارف. ولو انا استشهد، انا عايزك يا ابويا تتاكد اني هكون في مكان جميل وسعيد ان شاء الله مع الشهداء والانبياء والصالحين. يا رب ربنا يملا قلبك بالصبر والايمان، وان ان شاء الله في جنات رب العالمين الكريم الرحيم. ابنك محمد المعتز رشاد.